أعزائي المشاهدين، مشاهدي الصحة والجمال في كل مكان، أهلا بكم في حلقة جديدة من الحريف الذي سيطوف المحافظات خلال الأسابيع القادمة لاكتشاف مواهب نجوم وكنوز مصرية في شتى الأماكن. وهنبدأ إن شاء الله يوم 16 بمحافظة الفيوم، ملاعب دمو. يمكن إحنا بنقول ما نجوم وناشئين ومركزين قوي في الناشئين، هيكون معنا النهاردة نجم مفاجأة من نجوم ناشئي نادي الزمالك، لكن اسمحوا لنا الأول نحصل على الأخبار المهمة جدا. إقالة يوسف وخشبة وعبد الحفيظ وتعيين عبد الصادق مشرفا ومبروك مديرا فنيا للنادي الأهلي. يا ترى الكلام ده بسبب بعض الخلافات اللي سمعنا عنها ما بين يوسف ومجلس الإدارة، ولا تصفية حسابات، ولا ده مصلحة النادي الأهلي؟ ده اللي هيتضح لنا في الأيام القادمة. رسميا إلغاء دوري مواليد 93 و94 الموسم القادم 2014-2015، خلاص بالفعل بصفة رسمية قرر اتحاد الكرة إلغاء مواليد 93 و94. هذه خشبة في يمكن في آخر تصريح لي كان قال عودة أحمد عبد الظاهر ليست مستحيلة، أو لا يوجد مانع من عودة أحمد عبد الظاهر. أحمد عبد الظاهر سيعود للأهلي خلال أيام قادمة إن شاء الله، هذا على مسؤولية الحريف. إن شاء الله أحمد عبد الظاهر سيلعب للنادي الأهلي الموسم القادم. مصر تواجه تونس في تصفيات أمم إفريقيا، والزمالك في مجموعة أسهل من المجموعة التي سميت بمجموعة الموت والتي تضم كل الفرق العربية التي صعدت. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ثم مع النجم الأول لحلقة اليوم خليفة عمرو زكي في النادي الزمالك. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين في الحريف. أحمد ناجح زكي لاعب نادي الزمالك، والذي يعد خليفة لنجم مصر كابتن عمرو زكي اللي كان بيلعب في دورة إسبانيا الشهيرة اللي احنا سمعنا عنها، ويمكن هنشوف بعض المشاهد منها. أحمد ناجح زكي، كل الناس بتقول إنه خليفة عمرو زكي، تم اكتشافه زي ما الحريف كده هيطوف المحافظات من محافظة البحيرة. كابتن أحمد منورنا. ربنا يخليك، وأنا سعيد جدا إن أنا موجود مع حضرتك النهاردة. كابتن أحمد، عايزين نعرف الناس مين أحمد ناجح زكي اللي هو عمرو زكي الجديد. أحمد ناجح زكي ده إنسان بسيط جدا، كنت بلعب في نادي اسمه غرب النابورية الرياضي في البحيرة، محافظة البحيرة. القرية اسمها ايه بقى علشان الناس اللي مستنيها؟ أنا من البحيرة، مركز أبو مطامير، قرية اسمها كف ستة، أهلها ناس غلابة، ناس بسيطة. وأنا سعيد جدا إن أنا أكون من ضمن الناس اللي موجودة في القرية دي، بجد الناس كلها بتحبني وفرحتهم بيا لا توصف، فرحتهم بقى ما تقلش فرحة عن أهلي في البيت، وأنا بجد يعني بشكرهم جدا وأتمنى أكون عند حسن ظنهم بإذن الله. إزاي عمرو زكي الجديد راح نادي الزمالك؟ والله أنا كنت بلعب في نادي غرب النابورية، وكان في الدكتور محمود سعد كان بيعمل اختبارات هناك، وعجبته هناك من ضمن اللعيبة اللي كانت موجودة في الاختبارات، فهو الراجل أعجب بيا وكده. هو طبعا بيتكلم كويس عن الناس، عينيه كويسة، بيشوف اللعيبة، طبعا اسمه يغني عن تاريخه كابتن محمود سعد. فاكتشفني ورحت نادي الزمالك من 7 سنين، فالحمد لله يعني ماشي كويس دلوقتي في النادي وظهر بمستوى كويس الحمد لله. بقالي 7 سنين هداف الدوري، كل سنة ببقى هداف الدوري الحمد لله. هداف الدوري من الزمالك ولا هداف الدوري بصفة عامة؟ لا، من خلال الزمالك، من خلال المشاركات يعني اللي انا شاركت فيها. يعني مثلا انت هداف الزمالك في الدوري ولا هداف الدوري القسم بتاعك كله؟ لا، هداف الدوري القسم كله. انا لعبت بطوله جمهوريه سنتين، الحمد لله حصلت على هداف الدوري السنتين دولت، واحنا دلوقتي بنلعب دوري منطقه الجيزه، فالحمد لله برضو هداف الدوري وكده مع سعد جمال ومع الناس يعني عندنا في الفرقه. طيب منين جت عمرو زكي دي؟ انت اللي قلت انا عمرو زكي ولا حد قال؟ لا والله انا ما قلتش، هو في البطوله بتاعت زايد دي، البطوله الاخيره، البطوله الاخيره اللي كانت في الامارات. يا ريت لو مخرجنا الجميل عنده بعض المشاهد من البطوله الاخيره، يا ريت يوري الناس عمرو زكي الجديد. كانت البطوله دي كانت طبعا حاجه كويسه لنا كلنا،
لان ما كانش حد يعرفنا، يعني احنا دلوقتي ما فيش ماتشات بتذاع علينا ولا حاجه. فالحمد لله يعني كنا ظهرنا مستوى كويس جدا، معانا مدرب محترم جدا كابتن علي عبد الغني طبعا، معروف طبعا. ومعانا كابتن احمد زاهر المساعد بتاعه، وكان كانت البطوله دي ده جميله عمرو جدا. زكي يا جماعه، الهدف ده عمرو زكي الجديد، احمد ناجح زكي اللي احنا شايفينه دلوقتي. يا ريت الهدف ده يتعاد مره تانية، علشان بيفكرنا فعلا بانطلاقات عمرو زكي وتسديدات عمرو زكي. طبعا المباراة دي احنا لعبنا اول ماتش في البطولة كانت مع اتلتيكو مدريد، كنا نزلنا طبعا مهزوزين من الاسم، اسم اتلتيكو مدريد طبعا اسم جامد، فكنا يعني عندنا رهبة شوية من الاسم، بس لما نزلنا يعني لقينا الماتش عادي جدا، الماتش سهل جدا، فالحمد لله يعني ظهرنا مستوى كويس جدا. ف يعني ربنا ما اردش ان احنا نكسب الماتش، طلعنا مهزوزين 2-0، بس لا، الحمد لله يعني ظهرنا 2-0 مستوى. ولا 3-2 لا دي ماتش بوتافوجو اللي هو 3-2، اللي انتوا كسبتوه؟ لا ده خسرنا 3-2 من بوتافوجو، بتفوق يعني انتوا وخسرنا من اتلتيكو مدريد، كسبنا 2-0. الواحدة 1-0 اه بهدف سعد جمال، وكسبنا الرجاء 3-1، واخيرا كان ماتش الاهلي طبعا ماتش ده القمة القلب اللي الناس الدوليلي كلها كانت مستنياه، اللي هو حسين خالد ابدع فيه. حسين خالد طبعا الحاوي بتاعنا ده في نص الملعب اللي بيلعبنا كلنا، ما شاء الله عليه لعيب جامد يعني. فالحمد لله ربنا كرمنا وكسبنا الماتشات دي، يعني الماتشات الثلاثة دول كسبناهم، وكسبنا ماتش الأهلي 3-1. انت بتشوط بشمالك بس ولا شمال لا ويمين؟ أنا الحمد لله بلعب برجلي الاثنين كويس، بس أنا أيمن أصلا مش أشوط. مش اشوي لا مش يعني، أشوط، التسديده دي وانت اصلا بتلعب برجلك اليمين. بس هي جت على الشمال طبعا، لعيب زميلي مصطفى مكاوي لعيب هايل جدا عملها لي وكده، والحمد لله ربنا وفقني وقدرت أحرز منها هدف، ده كان هدف الفوز، كان هدف الأول. الهدف ده هيأثر في حياة، يعني ده هدف تاني اهو لعمرو زكي ده الجديد، الهدف الثاني. ده الهدف بتاعك ده برضو ده الهدف عمرو الثاني. زكي الجديد، وكمان 9 يعني مش عارف شكله حتى في الجارية دي كده ده طبعا شرف ليا طبعا، ان انا والسجدة، يعني بتفكرنا الحمد فعلا لله رب بعمرو العالمين، زكي. اهم حاجه يكون الواحد قريب من ربنا عشان ربنا يكرمه في حياته، لحتى لو مش بيلعب كوره لازم يكون الواحد ماشي تحت ربنا كويس عشان ربنا يكرمه في حياته. الحمد لله ربنا كرمني بوالد ووالده، الحمد لله مربيني كويس جدا، الحمد لله رب العالمين. يعني انا مبسوط جدا ان انا الحمد لله ظهرت بالمستوى ده، والحمد لله رب العالمين على كل شيء. يعني احنا شايفينك يعني حتى دي من بين رجلين الحارس، يعني زي ما بنقول كوبري كده. يعني حسين، الهدفين دول او البطوله، بطوله دبي دي تحديدا، فرقت معاك وتصعدت للفريق الاول، كابتن ميدو ضمك للفريق الاول، دلوقتي بتتمرن فريق اول مع حسين خالد، مع بعض العناصر، مع الحارس اسلام. يعني احكي لنا ايه اللي حصل لك بعد ما رجعت بعد الاهداف الجميله دي واهداف عمرو زكي. والله الحمد لله، انا اول ما رجعت الحمد لله كان طبعا كان معانا رئيس البعثه كابتن شريف منير حسن طبعا معروف. معروف طبعا، كابتن شريف اشهر من نار على العالم، فهو كان موجود هناك معانا رئيس بعثه، وكان كلمني بعد ماتش، الماتش اللي انا اتصبت فيه ده ماتش الوحده، قال لي انا كلمت كابتن احمد حسام وكلمته عليك كويس، وكلمته على مجموعه لعيبه معاك زمايلك، ان شاء الله اول ما ترجعوا تكونوا موجودين من ضمن الاسماء المرشحه للفريق الاول باذن الله. فالحمد لله يعني رجعنا، بس انا كنت مصاب طبعا في ماتش، هم اصطبت دلوقتي بيتمرنوا حال او بيتمرنوا دلوقتي حسين فوق، ومحمد عصام فوق، محمد السيد الحارس، اسلام رضا موجود، موجود احمد حسن فيرود طبعا كان اللي هو كان رقم 30 في ماتش الاهلي، فدلوقتي هم بيتمرنوا، انا اللي منعني عن التمرين دلوقتي ان انا في إصابة. الاصابه، الحمد بس الحمد لله على كل شيء يعني قدر يعني الله وما شاء فعل. أخبارها إيه؟ نطمن جماهير الزمالك لا ومحبين عمرو الحمد زكي. لله، الحمد لله رب العالمين، دلوقتي بقت كويسة جدا عن الأول، إن شاء الله هرجع بإذن الله، ربنا كرمني بس. يا سلام يا عمر يا عماد، بقول لحضراتكم استنى على كورته وسابها لمين؟ لعبد الرحمن محمود فهمي رقم 2، إنما ضربة حرة غير مباشرة. إيتو ادي بتمشي على طول لفرقه الانتاج، انما بيطلع على طول حتحوت، محمد شريف حتحوت عدى في منتهى الجمال، عدى بيلعبها لعمر عماد، عايز يصطاد النهارده والله عمر عماد. بالوتيلي بني وبني بيلعبها لاحمد عبد العزيز، الاحمدين قلت لكم لفرقه انبي. عبد الرحمن بوجي حته كده لبوجي واجنبي، انما انا شايف والله حكم اللقاء مدي ضربه حره غير مباشره لفرقه الانتاج. ادي الاماميه لفرقه الانتاج انما موجود. هو
أعزائي المشاهدين، أهلا بكم من جديد في الحريف. نجم آخر في سماء قطاع الناشئين، وهو الهدف الأساسي الخاص ببرنامج الحريف، كابتن محمد إسماعيل نائب مدير قطاع الناشئين بإمي، صاحب الإنجازات الرائعة في هذا الموسم. كابتن محمد منور، أهلا بك، ربنا يخليك، متشكر جدا، ربنا يكرمك. يعني خلينا نتعرف على شخصية حضرتك كابتن محمد إسماعيل، إزاي بقيت نائب مدير قطاع ناشئين بإمي؟ والله والحمد لله، انا طبعا كنت لعيب كوره في اسكو من الناشئين من عندي 10 سنين. لو زميلك قاعد بره كمان قبل ما تيجي قال لي ده. فكنت انا من سعداء الحظ اني اتمرنت على مدربين عظام زي الكابتن الجندي الله يرحمه، ما شاء الله، كابتن طه اسماعيل، مين فكري، الناس دي يعني مرنوني، وفضلت في اسكو لغايه تقريبا سن 26 سنه، لغايه ما الكابتن جوهري كان بدايه الاحتراف اللي انشاه الكابتن الجوهري، كان ساعتها قال لك اللي يلعب درجه اولى 6 سنين من حقه يمشي. فانا كان جالي عرض في لبنان، وقعدت في لبنان حوالي 5 سنين. سافرت لبنان في النجمه اللبناني، فرقه جميله، يعني هم يعني اشهر فرقه هناك، ومن احب الفرقه اللبنانيه للشعب اللبناني. يعني اديت معاهم مواسم كتيره، واخدت احسن لاعب اجنبي كذا مره، وعملت موسم كويس اللي انا كان نفسي احققه في مصر بصراحه. حققته في لبنان والحمد لله. وفي الوقت ده كنت انا اصلا موظف في شركه امبي. امبي يعني موظف في الشركه. موظف في الشركه، كنت واخد اجازه وكده. فلما رجعت بقى كانوا قالوا لي لا لازم تلعب في النادي وكده، وفضلت العب لغايه 38 سنه. بعد ما خلصت لعب ابتديت دخلت مجال التدريب بقى. الطفره اللي بتشهدها قطاعات الناشئين بإنبي حاليا، يعني شايفين ما شاء الله مستوى طيب، تصعيد لناشئين، فوز ببطولات، فعلا في شغل في قطاع الناشئين بإنبي. والله هو اللي بيميز إنبي فعلا مش بدون مجامله، ان احنا بندور على اللعيب الكره اللي يخدم، قبل ما يخدم إنبي بيخدم الكره المصريه. يعني احنا اما بنيجي بنشتغل بنبقى عاملين خريطه كده، اعتقد ممكن الاتحاد المصري يبقى عنده زيها، ان احنا بنبقى نشوف البطولات العالميه الاولمبيه، الخريطه دي الموجوده معاك، خريطه كده هتلاقي حضرتك احنا بنشتغل عليها، داتابيز عاملينها في النادي، يعني بنشتغل على الحاجات دي. بيهمنا في المقام الاول ان احنا انبي يخرج لعيبه المنتخبات الوطنيه، ده اول هدف، اول هدف بالنسبه لنا. نعم. وبالتالي طالما لعيب منتخب اكيد هيفيدني في الدرجه الاولى، هيفيد في الدرجه الاولى. والحمد لله احنا من اوائل الانديه اللي لعيبه لعبت صغيره جدا. عندنا صالح لعب وهو 17 سنه فينه دلوقتي، يعني ماديرا البرتغالي، يعني حد ده جاب لانبي، يعني انبي باع يعني بمبالغ يمكن الاهلي والزمالك ما باعش بيها من قطاع الناشئين تحديدا. ولسه اعتقد ان شاء الله احنا عندنا كمان اخو صالح لو تعرفه، عبد الله ده لعب 16 سنه ده، لسه الشيك جاي لكم الاسبوع اللي فات. يعني فانا عايز اقول لك ان احنا لما سفرناه ليونيون برلين الالماني كان لمجرد ان هم عايزين بس تصمموا ان هو يفضل معاهم ويوقع. واعتقد دي يعني ده اللي احنا بنحبه وبنسعد بيه جدا، ان يتقال ان اللعيب ده طالع من انبي. احنا بنقيس النجاح عندنا في النادي، كل فرقه قدمت لمنتخب مصر كام لعيب، ولما تقدم لمنتخب مصر خلاص الدرجه الاولى هيستفيد بالكلام. اكيد طبعا، اكيد. والحمد لله احنا اعتقد هو بس السنه دي اعتقد الدرجه الاولى فيها دروب شويه نتيجه الاحوال، وان احنا كنا بنغير الفرقه بشكل جذري، فاعتقد الدروب، انما اعتقد السنين الجايه هيبان قوي قيمه اللعيبه الناشئين اللي احنا ان شاء الله بنصعدها. طيب احنا سمعنا خبر او قرينا خبر احنا كمان دلوقتي، قلنا ان في قطاعات الناشئين اتحاد الكره بيلغي
مسابقة 93، وفي ناس قالت 93 و94، عايزين نتأكد من صحة الخبر وممكن يتلغي فعلا 93 و94. والله هو لغاية دلوقتي الخبر ما بقاش رسمي، هو اللي هم فعلا بيفكروا ان هم يلغوا 93، بس بشرط ان هم يدوا للدرجة الأولى يسمحوا بكده 5 لعيبة من ال 93، يعني بقى القايمة بتاعت الفريق الأول 25 لعيب زائد 5 زائد 93. بس انا رايي، يعني لان ال 93 حضرتك عارف ان هم المنتخب الاولمبي لازم يخلوا البطوله دي سنه كمان، لان انت انا حتى لو خدت 5 ممكن المدير الفني الكابتن حسام يقول ان الخمسه دول اكيد هيلعبوا، بس نفترض ما لعبوش مع فرقهم في الدرجه الاولى. انت عارف حضرتك الدرجه الاولى ممكن نتائج وبطولات وكده، نفترض ما لعبش، يبقى انا بالتالي في لعيبه مش هتاخد فرصتها ومش هتاخد الاحتفال. المنتخب الاولمبي مش هيستفيد، هيتاثر. فانا رايي ان هو لازم بطوله ال 93 تستكمل السنه دي، تتلعب بطوله، لان ده هيفيد اكبر عدد ويبقى عنده قاعده كبيره ويبقى عنده فرصه متابعه، وبالتالي اللعيب المميز برده اللي هيلعب في الدرجه الاولى اوريدي انت عارفه، انما انت ما خسرش لعيب ممكن ما يكونش عنده فرصه في فرقته في الدرجه الاولى، وممكن يبقى لعيب جيد جدا، وبتحصل كتير على فكره. طيب 94 حكايتها ايه؟ لا 94 ده وضع مختلف، لان 94 ده هيبقى لازم بطوله 20 سنه هتبقى مناطق، كل منطقه هتلعب بطوله ال 94 لانها مرحله سنيه مختلفه. مرحله سنيه مختلفه، هتبقى مناطق خلاص. هتبقى مناطق بس هتبقى موجوده. انت راضي عن مساله المناطق؟ يعني منطقه الجيزه غير منطقه القاهره، راضي عن التقسيمه دي داخل قطاع الناشئين ولا فعلا مأثره سلبا على قطاع لا الناشئين؟ لا هي فعلا هي خلينا ابقى صريح شويه، ان منطقه القاهره نوعا ما محظوظه عن منطقه الجيزه. صحيح. بقيه المناطق. صحيح. لان منطقه القاهره فيها احتكاك قوي، انديه قويه، اهلي، مقاولين، انبي، دجله، دلوقتي في انديه كتيره قويه والدوري فعلا بيبقى قوي. انما منطقه الجيزه اعتقد ما فيهاش انديه كتير، زمالك، ترسانه، شرقيه دخان، حاجات خفيفه. فانا شايف يعني الجيزه والقاهره، انا شايف ان احنا حتى بنقول القاهره الكبرى، يعني انا لو بتكلمني عشان ما فيش الناحيه الامنيه وما فيش سفر وكده، انا على الاقل عاملها زي القطاعات اللي هو عملها دلوقتي من بدايه السنه، ان انا الدوري يبقى قاهره جيزه الاثنين دوري واحد، هتستفاد احتكاك اقوى، بدل ما يبقى 6 7 فرق جامدين، لا ده ممكن يبقوا 10 و12 فرقه، يبقى كانك عامل بطوله الجمهوريه اللي احنا افتقدناها جدا طبعا، واتمنى من ربنا ان الامور ترجع لحالتها. بطوله الجمهوريه دي كان بتفرق مع قطاعات الناشئين كتير جدا جدا جدا، انت حضرتك كانك بتتكلم فرقه بتلعب في دوري صغير او منتخب بيلعب، الجمهوريه دي كانها منتخبات، لان حضرتك وكمان بتدي لنا احنا فرصه وبتدي للعيبه نفسها فرصه. طيب المناطق بتفرق؟ يعني انا لو عندي منتخب منطقه ولا منتخب المناطق بيبقى اضعف من الدوري؟ التملي بيبقى اضعف، لان المناطق ما بت... يعني ما بتهتمش زي النادي، النادي بيبقى بيهتم ببطوله، بيهتم بلاعيبته، وبنصرف على لاعبتنا، انما المنطقه ما بيبقاش الموضوع فيها مهتم اهتمام كبير، بيبقى مدرب المنطقه بترشحه سواء من النادي هنا او من النادي هنا، ما بيبقاش فيها الاهتمام الكافي زي ما يبقى منتخب مصر، انما منتخب منطقه ده ما اعتقدش ان هو، بدليل ان هو لغايه دلوقتي ولا منتخب منطقه افرز اي لعيب ان انت تقول ده افرزوه لعيب مهم او عملوا دور قوي، او حتى اعلاميا مش واخد حقه، لان هو فعلا دوري مش ذو قيمه كبيره يعني. مش قوي. صراحه يعني. طيب انا عايز انجازات انبي، يعني تعدد لنا 1 2 3 هذا الموسم انجازات انبي كده، واحنا بنشوف بعض المشاهد لانبي لانه فعلا احنا يعني قرينا وبنسمع، لكن عايزين نعرف انجازات مرتبه كده انبي، ايه البطولات اللي حصل عليها في اي الاعمار، ايه اللاعب اللي صعده، ايه اللاعب اللي استفاد بيه غير عبد الله كمال عبد الله جمعه وصالح جمعه. احنا الحمد لله احنا السنه دي، انا عايز اقول لحضرتك ان احنا يكفي ان احنا السنه دي اقل مركز حصلنا عليه المركز الثاني، يعني احنا اول يا ثاني، اول او ثاني، اول او ثاني في كل المسابقات، كل المسابقات من البراعم لغايه الناشئين. نجيبها كده بالترتيب ويا ريت نشوف بعض المشاهد لانبي علشان ياخدوا حقهم الناس. يعني عايز اقول لحضرتك ان احنا 2004 اول مرحله في اول بطوله في البراعم خدنا البطوله 2004، حققنا المركز الاول. بعديكم مين؟ بعدينا كان فرقه اسمها عرب الحصن. فين الاهلي؟ الاهلي طلع الرابع. الرابع. اتفضل. 2003 الاهلي خد البطوله واحنا الثاني. وانتوا الثاني. 2002 نفس القصه، الاهلي خد البطوله واحنا الثاني. نعم. نخش بقى في اول مسابقات الناشئين اللي هي فريق 99 ل 14 سنه. الاهلي خد البطوله احنا الثاني. لا في لسه فرقه ال 2001 وال 2000 دول في البراعم. ال 2000 وال 2001. 2001 احنا خدنا مركز ثاني والمركز الاول الجيش والاهلي الثالث. و 2001 دول 2001 و 2000 خدنا البطوله والاهلي المركز الثاني.
طيب نطلع بقى للناشئين سنة. ال 14 سنه اللي هم مواليد 99 حققنا مركز ثاني والاهلي مركز اول. ال 15 حققنا مركز اول والاهلي مركز ثاني. ال 16 ال 97 الاهلي مركز اول، وانا والفرقه بتاعت الاهلي 16 سنه دي من الفرق المحترمه جدا بصراحه، يمكن احسن فرقه في قطاع الناشئين في النادي الاهلي الفرقه دي اللي هي 97 16 سنه مسكهم الكابتن سامي قمصان، فرقه كويسه، فرقه قويه جدا، فرقه كويسه يعني. احنا حققنا مركز ثاني. ال 17 سنه دي عليها مشكله صغيره كده، واعتقد الفتره الجايه هيحصل فيها كلام كتير في الاعلام، لان احنا كنا واخدينها السنه اللي فاتت. السنه دي في مشكله كده في لاعب ما عند النادي الاهلي. لاعب ما مين؟ لاعب يعني خلينا اقول انا مش عايز بس اسمي يعني الاحداث، لان هو سنه مش سليم يعني. ما هو تسنين. طيب مش تسنين، في فرق بين التسنين على فكره والتزوير. والتزوير ما هو فرق كبير. تسنين ده حقه يلعب، نعم ده طبيعي، انما ما يبقى مزور ده حاجه ثانيه. يعني ما ينفعش يبقى اللعيب المفروض ان انا بلعب بطوله 95 وهو مواليد 91، ده اسمه تزوير، ده تزوير رسمي. فخلينا بس احنا قدمنا. طب انتوا اتاكدتوا من احنا قدمنا احتجاج وقدمنا ورق سليم 100%، وده برضو وقدمناه المنطقه ومستنيين نتيجه التحقيق صراحه. بس اعتقد الورق اللي احنا قدمناه اعتقد يعني بنسبه 150% سليم. ايه اللي انت قدمته؟ ايه الورق اللي انت قدمته؟ والله احنا قدمنا شهادات ميلاد وصور بطايق بتاعته هو شخصيا، بتاعته شخصيا، والقيد العائلي اللي ما يكذبش، اللي ما يكذبش، واللي ما حدش برضو يعني احنا جبنا حاجة اعتقد ما فيهاش خلاف حاجة خالص ان الموضوع ده بالتأكيد. اسم اللاعب ايه؟ خلينا دلوقتي ما ينفعش يعني عشان ما انت عامل شكوى. ما انا عامل شكوى رسمية، انت لسه مش هتبدأ. اما هو اسم اللاعب ده ممكن هو اسمين دلوقتي، هو ليه اسمين دلوقتي، ده اسمين، ليه اسمين، ما هو انا واحد حركة قولنا اسم تاني اسمه حسين. فهي هي يعني اعتقد، وجبنا كارنيه واللي كان بيلعب بيه في منطقة هنا بالسن السليم، بالسن المختلف، بالسن السليم بتاعه. فهي دي يعني انا في حاله قبول الطعن انت بتاخد البطوله. انا هاخد البطوله احنا خدنا درع برام على فكره، يعني درع برام السنه دي احنا خدناه رسمي. والبطوله دي وهاخد درع الناشئين، يعني تبقى اكبر بطولات من النادي الاهلي. خلاص ده يعني هتحصل على درع البرائم ودرع الناشئين في حاله البطوله ان شاء الله. ده مين جاب لك ايه؟ اتفضل. بس هي قصة، خليني اقول ان انا صدقني برضو الموضوع مش كده، بس هي الموضوع بيبقى تعب سنة وتعب مدرب وتعب انت جهاز. مش مهم تكشف تزوير قد ما انت عايز تاخد حقك انت، بس يعني مش اكتر يعني. انا ما اقصدش ان انا احرج حد او ان انا اتكلم على حد، على قد ما احاول اخد حقي، والتعب اللي احنا بنتعبه واللي احنا عايزين نظهره للناس يبان يعني. كابتن محمد، يعني هستأذنك في فاصل قصير وهرجع لك، لان القضية كبيرة جدا، التزوير والتسنين. فاصل قصير ثم مع كابتن محمد اسماعيل. اهلا بكم اعزائي المشاهدين في الحريف مره ثانيه. معانا نائب مدير قطاع الناشئين بإنبي العريق، اللي انتم سمعتوا يمكن حصل على درع البراعم، وكمان باذن الله هيحصل على درع الناشئين في حاله قبول الشكوى او الطعن. كابتن محمد اسماعيل منور، ربنا يخليك. انا شايف ان المنافسه إنبي والاهلي يعني في سواء على البراعم في القاهره تحديدا وسواء على مستوى الناشئين، فين باقي الفرق، فين باقي الانديه؟ والله خلينا اقول لحضرتك ان برضو فرقه المقاولين او نادي المقاولين من الانديه اللي ليها باع طويل. ما خدتش بطوله خالص السنه دي؟ لا ما خدتش. ما خدتش بطوله يعني. هم السنه دي الموضوع يعني ما خدوش حاجه، بس هم من الفرق بصراحه اللي عندهم بتطلع برضه عندهم ناشئين يعني ما شاء الله كويسه، محمد صلاح والنني يعني وعندهم لعيبه كويسه. اعتقد عندهم لعيب اسمه طاهر مواليد 97، ده لعيب هتسمع عنه قريب، مواليد 97 برضه. احنا في انبي بنتابع اللعيبه المميزه تملي يعني، فهم عندهم، بس هم حته البطوله بتبقى محتاجه تعب اكتر شويه. اعتقد هم مجهودهم قل شويه الفتره اللي فاتت، بس الاهلي وانبي او انبي والاهلي بقى في صراع جميل جدا، وصراع في حاجتين، لعيبه وبطولات. احنا طبعا النادي الاهلي بعراقته وكده، احنا بمجهودنا بنعمل حاجات، ممكن نروح محافظات محدش يروح عشان نقدر نجيب لعيب زي فكرتنا كده. تقريبا نفس فكره البرنامج اللي انتوا بتعملوه، تقريبا نفس الفكره. احنا نروح للناس اللي ما تقدرش تجيلنا، فبنكتشف مواهب كويسه، وبنكتشف بجانب ان احنا الحمد لله السمعه اللي اكتسبناها في جديه في لعيبه كتير جدا. مش عايز اقول لك ان هي ممكن بتفضل انبي عن الاهلي. ليه بقى؟
امبي زي ما بقول لحضرتك نمر واحد، مش مساله بيصرف نمر واحد عندنا نزر قيمه اللعيب، واللعيب الناشئ بياخد وضعه. وعايز اقول لك يمكن الفتره اللي فاتت لو ما لعيب مميز ممكن احنا كمان نصفره، احنا اللي نخليه يحترف ما بمسكوش. يعني انت دلوقتي صالح جمعه وعبد الله جمعه انت اللي وكهربا وكهربا يعني ما عندكش مشكله برغم ان عندك اسماء كويسه وتلعب منتخب مصر جدا. انا بقول لك انا نمره واحد عندي منتخب مصر، منتخبات مصر. فانا بفرح ان اسم انبي يردد بره عالميا، حتى ما بمسكش اللاعب ان هو خلاص بقى بتاعي بقى احتكرته لا. انا عايز اعرف الناشئ يعني ايه المميزات الموجوده في انبي، يعني ايه اللي ممكن لو انا عندي 12 سنه ولا عندي 18 سنه ايه اللي انا باخده كلاعب لو طلعت لعيب كويس؟ هتقول لحضرتك مثلا باللعيبه المغتربه اللي احنا بنروح بنلف ونجيبها دي. نعم. دي احنا عندنا استراحه للنادي، ده اللاعب بيجي بيتنقل دراسيا النادي المدرسه، يقعد في الاستراحه اكل شارب نايم. ده في انبي؟ في انبي. طب الحريف لو جاب لعيبه يعني على قدر المسؤوليه هيتعامل معاهم كده من نفس انبي؟ الاسلوب، لانه في النهايه ما بقاش، مع احترامي، هو في النهايه بقى ابن انبي، بقى لاعب في نادي انبي، ما بقاش له دعوه بالحريف. كل المميزات انا عايز اقول لك ان احنا في احسن يعني بتجيبه تقعده وبتنقله مدرسته، مدرسته بيبقى في معسكر مغلق، كانه في معسكر مغلق بالظبط. يجي التمرين ويروح، اذا كان هيروح المدرسه قاعد، لو اي الدكتور يروح له لغايه عنده. عندنا يعني احسن مستشفيات ممكن نوديه لو جرى له لا قدر الله عيف اي حاجه، اي اصابه اي حاجه. المكافئات اللي احنا عندنا البرم اللي هو ممكن لسه 6 سنين و9 سنين بيقبض فلوس، مش ان هو بيستلم شنطه كامله. يعني عندنا الموضوع مش مساله بس احنا بنهتم باللاعب، احنا بنحب اللاعب. يعني انت بتحاول ترعاه من صغره، يعني حتى على الاقل بلاش مرتب بس معاه مصروف خاص بيه بيقدر يبقى لعيب كره، بنعوده من صغره ان هو حاجه محترمه. يعني الكره عندنا بنحبه يبقى يبان بشكل محترم. يعني دي دعوه لكل اللي بيشوفونا ان شاء الله. الحريف شاء الله. المميز في الحريف مش انبي بس يا جماعه، انبي، الزمالك، الاهلي، دجله، الانتاج الحربي. وخدنا وعد، وانا بقول حضرتك تاني اهو، اي لعيب حضرتكوا هتشوفوا ان هو مميز انا بقول لك ان هو ينور نادي انبي، وان شاء الله يلاقي كل الدعم اللي هو يتمناه ان شاء الله. يعني احنا ناقصنا ايه في قطاع الناشئين؟ لان احنا بنشوف يعني الاهلي والزمالك وانبي، ويعني في قطاع الناشئين بنشوف زي ما شفنا كده خليفه عمرو زكي، وشفنا حسين خالد وخليفه ابو تريكه، وشفنا عبد الله جمعه وصالح جمعه. الاسماء دي ليه لما بنكبر ما بيبقوش في المستوى اللي احنا عايزينه؟ يعني فلتة كده مره هاني رمزي، بعد كده بفتره كبيره ميدو، بعد كده موجود دلوقتي محمد صلاح. ليه احنا مستوى الناشئين اللي عندنا المميز قوي ده ما بنرتقيش بيه عالميا؟ لان احنا تقريبا يعني، ويمكن تفاجئ بالكلام اللي انا هقوله، احنا بنحرق اللعيب بدري. بيتحرق ليه؟ بره في اوروبا والدول اللي هي تقدمت شويه عننا في مجال الكوره، مش شويه كتير يعني، اللعيب ما بيخشش مسابقه غير 16 سنه. 16 بيبتدي يلعب مسابقه ويبقى عليه الضغط النفسي ابتداء من سن 16 سنه. هنا في مصر اللعيب عنده 9 سنين بيبقى عنده ضغط، المدرب لو ما كسبش هيمشي، اما انت بتلعب على بطوله. فدي مشكله كبيره. انت المفروض اللعيب البرعم ده، قطاع البرعم ده لازم يبقى قطاع تعليمي مش اكتر، يبتدي الولد يتحط تحت ضغط بريشر ضعيف شويه سنه سنه، اما يوصل 16 سنه عنده القدره انه ممكن يستحمل الضغط ده، هتقدر تاخد منه. انما انت عبال ما بيوصل 16 17 18 سنه بيبقى اتحرق ذهنيا وعضليا وعليه ضغط من وهو لسه احنا بنعلمه الكوره. ده اللعيب الاول ان انت بتحطه تحت ضغط من صغر سنه كده، ما بتحسش ان هو ما بيستمتعش بالكوره. تمام. اللعيب الثاني والاهم بقى، ان احنا شويه ادارات الانديه بيبقى نمره واحد عندها بطوله، ما بيهموش ان هو يصنع لاعب. صحيح. انما انا لو انت بتكلمني مثلا، انا اداره نادي انبي، وده كلام مش بقوله برضه للدعايه لا، بس فعلا صدقني احنا بنعمل بالانس كويس قوي بين ان انا ممكن احقق بطوله او ما احققهاش. يعني احنا ضحينا ببطوله ال 20 سنه السنه دي، ضحينا بيها عشان نطلع لعيبه تلعب وتستفاد، واعرناها الانديه دوري ممتاز، بيلعبوا دوري ممتاز دلوقتي، مش وسيبنا البطوله خدنا مركز ثالث، بس مش فارق معانا، بس افدت اللعيبه اللي طالعه من عندي وهيفيدني فيما بعد. هيفيد برضو. انت مديهم اعاره ولا مديهم بيع؟ اعاره، كله اعاره. وتسقطهم بعد كده بتاخدهم انت. خدت 8 منهم من الفرقه، 8 تخيل، بيلعبوا في 4 مع تليفونات بني سويف، في مع 2 مع الرجاء، يعني نادي اسم طلع من انبي اعاره لنادي كده وبرز في اعتقد في الرجاء محمد سمير. محمد سمير ده انبي؟ طبعا.
ده لعيب ممتاز، لعيب هايل. وفي محمود صبري واحمد العجوز في التليفونات واحمد وحيد في التليفونات بين السويس، كمان احمد وحيد اعار اعار اعار، وده 20 سنه 20 سنه فراجع انبي المستقبل. اه يعني فاصل اقول لك احنا ضحينا ببطوله، وهي كانت مش عايز اقول مضمونه بس ضحينا ببطوله عشان تثقله في نظير ان احنا نبرز اللاعب. فانت برضو ادارات الانديه اتمنى منها ان هي يبقى نمره واحده عندها صناعه اللاعب، مش ان انا اجيب بطوله. للاسف الشديد، للاسف الشديد يؤسفني ان انا اقول لك قابلت السنه دي مواقف خلتني واسامي كبيره في الكوره باصين بطوله، هو حاسس ان لو خد البطوله ابقى انا مدرب كويس بقى هفضل في النادي. لا احنا عندنا الموضوع مختلف شويه، صناعه اللعب اهم، صناعه اللعب اهم بكتير. يعني ده الفرق مع احترامي لاي حد بيننا وبين حد تاني. عشان كده هتلاقي تقريبا 90% من انديه مصر فيها لعيب من انبي، 90% من الانديه مصر غير لعيب من انبي، بالاضافه لانك انت بتحقق بطولات على بما فيها النادي الاهلي على فكره، في من انبي، في من مين من عيال ناشئين انبي؟ احمد عبد الظاهر. لا مش في الاهلي خلاص، مش لا ما هو ده عارة. لا ده عارة عارة وراجع راجع يعني، بس اقصد احمد رؤوف، رؤوف وليد سليمان يعني. يعني اقصد اقول لا انا كنت طبعا الاسماء دي معروفه، لا انا اقصد لو ناشئ راح ناشئ كان احمد عبد الظاهر، لانه ناشئ بتاعنا، الناشئ ده بتاعنا احمد عبد الظاهر ناشئ من عندنا واحنا وراح الاهلي وراح الاهلي. فاقصد اقول لك 90 محمد عبد الشافي الناشئ بتاعنا بتاع الزمالك الباك ليفت، احمد علي بتاع الاسماعيلي الناشئ بتاعنا. خلي بالك احنا جه علينا وقت ليه سيبنا الاسامي دي؟ لان احنا كان عندنا تضخم من اللعيبه الكتير، حصل عندنا تضخم من اسامي لعيبه كتير في الفريق الاول. في الفريق الاول احنا بقى عندنا، احنا في سنه من السنين طلعنا من فرقه واحده 15 لعيب صعدوا، اتصعدوا منهم مثلا الشغل. لا هو ده الشغل بتاع قطاع الناشئين، ان انا اطلع خمس ست لعيبه ده شغلي بقى. احنا اقل موسم قطاع الناشئين ممكن يضخ الفريق الاول ممكن بخمسه، بس هي طبعا بتتوقف على المدير الفني ورؤيته للفرقه ورؤيته. فبالتالي انت هتلاقي تقريبا زي ما قلت لحضرتك 90% انديه مصر كلها فيها لعيبه ومميزه على فكره من نادي انبي. طيب احنا اتكلمنا عن نادي انبي، ايه المشكله اللي بتواجه قطاع الناشئين على مستوى المسابقات؟ انت قلت ممكن نضم القاهره والجيزه تبقى بطوله واحده او منطقه واحده، لكن ايه اللي انت شايفه على مستوى المحافظات لو عملناه تبقى مسابقات الناشئين محترمه؟ نمره واحد الملاعب، الملاعب نمره واحد. وانت مغمض كده يعني حضرتك كنت بتتفرج على اي ماتش كاس اوروبا ولا حاجه، اما بتشوف الملعب انت نفسك بتفتح، صحيح تقول ده انا لو لعبت ممكن. ولو اتفرجنا على ناشئين اي دوله اوروبيه اي دوله تبقى نفس الملاعب. الملعب انت بتتكلم في حاجه الاساس، لو الاساس مش كويس خلاص خلاص. نمره اثنين ودي برده مهمه خاصه في السن الصغير، العداله يعني. ما يعني وانت في اي مباراه لازم الناشئ اللي بيلعب ده يحس ان هو كويس هكسب، مش كويس مش هكسب. عداله تحكيميه، سمي عداله تحكيميه تنظيميه يعني، في عداله تنظيميه وعداله تحكيميه، عداله تحكيميه وعداله تسنينيه والتزوير يعني اللي بيحصل من احرق بين لعيبه. اعتقد ده تاني سبب. بس نمره واحد الملاعب واهميتها ضروري جدا ان انت الناشئ يلعب على ملعب كوره، هو ملعب كوره ما ينفعش ما يلعبش في ملعب كوره يعني. اشكرك كابتن محمد اسماعيل نائب مدير قطاع الناشئين بإنبي، شكرا جزيلا على تشريفك لينا. انا اللي متشكر لك جدا. رسالتك الاخيره لمين؟ رسالتي الاخيره والله لكل انديه مصر ان نهتم بالناشئ زي ما احنا داخلين على مرحله جديده. اتمنى ان احنا الفتره اللي فاتت الكره المصريه بعدت شويه، صدقوني لو احنا اهتمينا بالناشئين احنا بنتكلم كاس العالم 2014 خلاص 2018 انت ممكن 22 يبقى عندك تنافس على كاس العالم لو انت اهتميت من دلوقتي بالناشئ. من دلوقتي. اشكرك كابتن محمد اسماعيل. اعزائي المشاهدين كان نجم الحلقه النهارده كابتن محمد اسماعيل صاحب الانجازات العريضه انبي، عامل انجازات غير عاديه في قطاع الناشئين، بينافس الاهلي حتى حصل على درع البطوله في البراعم، وفي كلام عن درع البطوله خاصه بالناشئين. بشكر كابتن محمد اسماعيل شكرا جزيلا. شكرا. وبشكر كل المشاهدين وباكد على زيارتنا لمحافظه الفيوم ملاعب دمو العريقه، ان شاء الله يوم 16 هنكون موجودين بمجموعه من النجوم جمال عبد الحميد، حماده عبد اللطيف، محمد اليماني، تامر حفني ومجموعه من قطاعات الناشئين. واتفقنا مع كابتن محمد ان هيرشح لنا مدرب من انبي برضه يكتشف المواهب الموجوده هناك. بشكركم لحسن المتابعه، انتظرونا في الحريف في الحلقه القادمه مفاجاه كبيره اخرى. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قبل ما اختم بس سريعا كده خلينا نشكر الاعداد المتميز الاستاذ محمود الشيخ المشرف العام على الاعداد.
ده الاستاذ احمد علي، الاستاذه اماني امام، شكرا جزيلا الاستاذ خالد مدير الاعداد وايضا المشرف العام على القناه، واستاذنا الجليل مدير القناه عبد الحميد توفيق، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.